أنا كنت في بداية الضربة في قاعدة جوية. القاعدة الجوية دي في يوم 6 أكتوبر تطبيقاً لخطة الخداع التعبوي اتنفذ فيها طيارات من مطارات أخرى، ومن القاعدة دي طلعت التشكيلات الخاصة بضرب قاعدة جوية اسمها دير تمادة ومركز قيادة في أم مرجم وحماية تشكيل مقاتلات قصف آخر. القاعدة دي طلع منها 48 طيارة من على 3 مبرات، وراقوا زمايلهم اللي طالعين من قاعدة أخرى وقاموا بتوفير الحماية وتنفيذ الضربة. رجع للقاعدة التشكيل الأصلي المتمركز فيها اللي كان سرب من وسط 48، وباقي الطيارات عادت إلى قواعدها اللي كانت منقولة منها لتنفيذ الضربة، واستمر بقى سيناريو الحرب بعد كده، وكان الحمد لله في منتهى ارتفاع مستوى الأداء. كانت مهمة التشكيل بتاعي ان هنضرب مطار راس نصراني، وفي اليوم المحدد خدنا الامر بالتوقيت اللي احنا كنا في انتظاره، وكان الاستعداد كامل بالنسبة لكل الافراد، وانطلقت الطائرات الى اهدافها. ودخلنا على اهدافنا الحمد لله بمنتهى الدقة، وكانت اصاباتنا اصابات مباشرة، واتشل المطار تماما. طبعا احنا كنا متوقعين ان العدو هيحاول يرد الضربة الجوية اللي احنا اديناها له، فكنا باستمرار على حذر ويقظة، وقمنا بواجبنا على خير قيام بالنسبة للاعتراض طائراته وافشال اي مهمة بيحاول يقوم بها ضد اهدافنا او مطاراتنا او قواتنا البرية. وكانت نتيجة لكده ان حصل اللواء على نوط الجمهورية لثالث مرة، وكنا حصلنا عليه قبل كده برضو في حرب الاستنزاف. وحصيلة اللواء من الطائرات المعادية اكتر من 30 طيارة اسرائيلية اسقطت، من ضمن ابطال الحرب الرائد طيار دغيدي الحاصل على النجمة العسكرية، وأسقط طيارتين خلال الحرب الأخيرة. بس زي ما قلنا ان احنا كنا متوقعين ان العدو هيقوم بضربة مركزة بعد ما نجحنا احنا في تنفيذ ضربتنا النجاح الباهر اللي شفناه كلنا. وفعلا يوم 7 حاول ان هو يقوم بالضربة المركزة ضد قواعدنا ومطاراتنا في مختلف انحاء الجمهورية. كان كلنا تصميم ان احنا ما نسيبش اي طيارة معادية تخترق مكاننا الجوي الا اذا فعلا وقعنا عليها العقوبة، والعقوبة من وجهة نظرنا انها ما ترجعش. ونجحنا التشكيل بتاعي انا في ان احنا نعترض الطيارات اللي كانت داخلة لتؤدي المهمة بتاعتها قبل ما تصل للهدف فعلا، وكانت النتيجة انهم تخلصوا من حمولتهم كاملة خارج الهدف، واستطعت ان انا اسقط طائرة في هذا الاشتباك. بعد كده استطعنا في اشتباك اخر ان احنا نسقط طائرة ميراج، وكان ده بالتعاون مع باقي افراد التشكيل، والحمد لله كل واحد قام بواجبه على خير وجه. ومن ضمن الابطال بتوعنا النقيب غانم، وبرضو ضرب طائرتين اثناء حرب اكتوبر. كان أول يوم في حرب أكتوبر شفت أجمل منظر ممكن يشوفه إنسان عربي يحب مصر ويحب العرب فعلا، منظر الطيارات وهي بتاعتنا وهي راحة تهجم على مطارات وأرض العدو بتدمرها وبتشل حركتها. وبحمد الله قدرت في الاشتباكات اللي بعد كده إني أوقع طيارتين من الميراج الإسرائيلي. أنا والله بعتبر جميع الطيارين وأطقم قاتل اللي اشتركوا في الحرب أبطال،
ولكن أنا أذكر بطل من أبطال القوات الجوية رفض الأسر، هو كان بيهاجم موقع صواريخ هوك وانضرب أصيب وتأكد أنه لن يعود إلى القاعدة كما كان منه، إلا أنه هو بطيارته دخل في رادار توجيه الصواريخ ودمره، وبالتالي سهل الفرصة على بقية التشكيلات دخلت هاجم الموقع اللي كان بيحميه موقع صواريخ هوك بأمان تام، وضحى بنفسه للطائرات بتاعت المهمة الرئيسية تنافس مهمتها، وانه رفض اساسا مبدا ان يبقى اسير. تمام، كده نطلب الباراشوت، ما نطش الباراشوت واستشهد.